ناصر البيشي في الشوط الثاني مع شادي ابو هشاش واحمد الحربي وعلي التركي، بينما في المقدمه محمد الراشد مع بدر الخميس. هنا الحربي وحاول بعرضيه والعتيبي حاضر، استمراريه للعب في مكان سليم لفريدي يمر ليونغ بيو، هذه خطير هذه خطيره، جول جول جول. اداء متوازن بالنسبه لفريق الهلال. هنا بدر الخميس يلعب كره ولكن تعدي وتمر للتعاون، وهنا نقله وكورتيز حلوه هذه وحلو. أمسون يستلمها مرة أخرى، هتخذ ما بينه وما بين الشلهوب مرة أخرى. عزمي في مكان سليم في إبعاد الكرة الآن، الرادوي هو حاضر، السلام تعب سريعة عند الشلهوب، والشلهوب للقحطاني، والهامسون هو الأقرب، هذه خطيرة، هذه جول هذه جول هذه جول هذه جول، ولكن عادت وعودة. برافو برافو في التجربة وفي الدخول في المرة الأولى ضاعت، برافو يا ثنيان، وفي الثانية مرت، ولكن شوف عاد الكرة، والله برافو عليك، يمر الكرة هذه حلوة بدل الخميس، يا سلام في مكان سليم، ولا تدخل وركلة جزاء، ركلة جزاء يحتسبها حكم اللقاء السيد دقيقة رقم 61. شوف شوف الكرة الماضية وركلة الجزاء، تابع انتابع منصور، جول جول اول للتعاون. كورتيتسي اللاعب البديل تصطد في رادوي، تصل القحطاني يعدي ياسر، ولكن ما بين لاعبين يتعرض جميع الحقيقة. على العموم نتابع الهلال هنا في تياغو نيفيز، حلوة القحطاني ما سيطر عليه، مرة أخرى الفرج بعرضية نيفيز، وهنا تعود القحطاني، أوه تبعد الكرة وتمر الكرة، وهنا شوف التسديدة الثانية جاءت من الدوسري وعبد العزيز الدوسري، شوف اخذ له وحده الطاير، ولكن برافو ثنيان يمنع هدف هلالي ثالث، ولكن هنا تدخل القحطاني، هنا خطوره هلاليه ومحاوله، ولكن برافو ثنيان، لمسه عند الفرج، الفرج في الناحيه اليسرى سريعه لعبد العزيز الدوسري، يلعب كره خطيره، تعاون منصور على التنفيذ، منصور يلعب كرة ولكن سهلة وصلت عند حسن العتيبي، التسديدة كانت أرضية وصلت عند العتيبي، شوف شادي أبو هشش ما بينه وما بين العتيبي في مكان سليم في الجبهة اليمنى، والسرعة حاضرة، الهامسون يمر عرضية خطر، الله تعود مرة أخرى الآن، رادوي خاطئة خطيرة لمصلحة التعاون، هنا محاولة مرور خطيرة والعتيبي، وهنا تمر الكرة، وهنا الكرة، شوف العتيبي شوف العتيبي، أوه نقاش كان حاد، ولكن هنا متابعة، ما الذي حدث؟ ما الذي حدث الآن؟ نتابع مثل هذه المناظر، مثل هذه المواقف، اعتقد ان السكوت، لان اللي شاهده يشاهده غيري، اللي شاهده يشاهده غيري، المساعد ماذا يقول؟ ركله جزاء اذا، خماش المساعد الثاني مصر ركلة جزاء كما يشير لحكمه. على العموم نشاهد ماذا صار، ماذا حدث، ماذا احتسب، ماذا يحدث، شوف تابع، شوف الى الان الراية غير موجودة، هنا اشار لوجود ركلة جزاء بعد الاحتكاك هذا،
التعاون الراشد والعتيبي جول.